www.394.com. شوف شو صرنا من لما بدأنا، شوف شو وصلنا، حطيت كل جهدي بشغلي لحد ما شفت القمة.
في مجال تنشال من هالمجال. احنا رجال ولاد رجال ولاد رجال, يعني عد الكلمة وعد الوعود راح نوصلكم وانتوا الشهود. هاي معركة واحنا فيها جنود, لسان سلاح كلمات بارود. للي بيسمعونا, للي بيدعمونا, للي بيحفزونا, للي بيشجعونا, لان الراب العربي بدون المستمعين ما كان حيكون موجود. هاي رسالة للضبط الاغاني, هاي وجهة نظر, انا ماني اناني بس مش من طبيعة السكوت, بطلع اللي بقلبي بالاغاني. حاولوا توقفوني ما في مجال, انا مخلول ادعم هالمجال. هبل اتحط كلبشات على ايدي, شو طريقة لتطلع لساني. سمعت ثقيل all this rap it just feel and don't neglect. المر في يوم على هذا ربي نظلم, هل في مرة سأل نفسي قبل الناس ولو حتى بالهمس, لما عمر هذا راح في نعاب لا نعرف انا عنده مثل الشمس. شمس داخل الدور وتشعل, انا رب لنا هادف وانا في مثقه وقعل, انا يحكي حالي حال انسان موال, اغلب على طبعه صبره طال على امره. فين هذا الراب بدمه صادها يابا, والراب قصة تحكي قلب الراب مطبع. مع بعض لبد صد صد ورد صد صد لبد, كاني ماني معوق فكيفين تفدوه. احنا قلب الاموح, احنا حلل السطوح, احنا بكل بساطة معلمة في كل هذا الاموك, احنا نار ما تطفي لها بشكل الصدور, لما تعدي من قدامي عينك فضك اموك. صادها يا باي يحكي لكم ما في قلبة, لمن لكم حق تسمعون شي يحكي لكم حالكم كلكم. هل يا ترى انا عالم بما كنت في الحياة, لكن اعرف ان الواحد نازل وطالع سماء, طالع فوق لانك لو طالع تحت ما رح تبقى رد ايدك, هذا اللي انت رافع عدل الاله. I'm a maker. You know that I've been great.
هذه دعوة موجهة من فناني الراب العربي لزيارة موقع الراب العربي الأول www.394.com لكي تعلموا أن الراب العربي ليس فن السب والشتائم كما يعتبره البعض، ولكنه فن المواطن العربي المغلوب على أمره، فن الفقراء والمضطهدين والمساكين والمظلومين، الفن الذي يكشف عما يجول بخاطر المواطن العربي، والفن الذي يتحدث عن قضايا وهموم الأمة العربية. فزورونا www.394.com.